المهم بنات، رجعت ليكم. شحال الساعة هادي؟ هادي جوج اونس. ورجعت ليكم حيت صراحة ما قديتش انني ما نبارطاجيش معاكم البنت اللي ربحت بالطقم. هي وباباها والعائلة ديالها كلهم فرحانين، والفرحة ديالهم انا فرحتني، وقلت نبارطاجي معاكم هاد الشي. المهم غنشوف واش دخلات. هاي دخلت وهي غتطلع معايا دابا، غتطلع معايا لايف هي والعائلة. وصراحة فرحت بزاف البنات، فرحت بزاف ومبروك عليها والله يفرحها. سميتها سارة. سارة ديرا سارة. سارة وقنا كونيكسيون عندها ثقيلة وقيلة. فرحت مسكينة بزاف، قلت لي ما متيقاش، قلت لي عمري ربحت شي حاجة. هادشي باش كنقول لكم ديما ديري في بالك ما تقديش تعرفي. ايه ما عمرك ربحتي شي حاجة، ما يمكن النهار اللي غتربحي ان شاء الله غتربحي شي حاجة اكثر من داكشي اللي كتصوري. الحمد لله هي طقم بنيتها. نعاود ندير ليها حيت ما عرفتش الكونيكسيون عندها ثقيلة. شوفي هاكا صادر 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 الكونيكسيون. هاي الكونيكسيون، واش انا اللي ناقصة الكونيكسيون ولا هي؟ هي دونك عندها الكونيكسيون ثقيلة. و اللي ربحو الفلوس مهم، كلشي كلشي غيبارطاجي حمد، كلشي كيبارطاجي حمد، راه خدام دابا كيبارطاجي. نتمنى البنت اللي ربحات الطقم تحاول تمشي لشي بلاصه اللي عندها الكونيكسيون مجهده اكثر، حيت راني طلعتك لايف مي كتهبطي حيت عندك الكونيكسيون ثقيله. لا حبيبه الناس، سحبي مالي الفلوس والناس كاملين. هو احمد غادي يلونسي كلشي. خصها دير اكسبتي. صافا خصك دير اكسبتي. السلام عليكم. السلام عليكم اسيدي. السلام عليكم. يا كي دايره اختي مزيانه؟ عواشتكم مبروكه عليك البنيته. الله يبارك فيك. انا صحيح كنت ناعس، انا نوضتني نوضتني سارة بابا، فرحت فرحت خمت انا يا ولد، انا فرحت معاك كاع شي كاين. شوف مبروك عليها، بحال الطقم ديال الذهب كيسوى مليون، غادي يوصلها ان شاء الله غدا ولا بعدو حتى لدارها. ان شاء الله الناس ديالكم وتعطيونا فين كتسكنوا اينا مدينه. ومبروك عليها البنوته غزاله ما شاء الله. الله يبارك فيك. انا ديما كتقول انا كنشارك واحد انستغرام ديما كتقول لي، ولكن حتى دوك كنت ناعس وشاك نوض دابا بابا ربح دربات ما عرفتش واش تمنيت. وكنشكركم على هاد المسابقه اللي درتو، كنشكركم على هاد المسابقه اللي درتو وفرحتونا معكم. مبروك وشكرا وعواشركم مبروكه. من اين مدينه نتوما؟ الله يبارك فيك. احنا من بركان. احنا من بركان. مرحبا بكم. مرحبا بكم. الله يبارك وبصحتكم، وهذا رزقكم حنا في سبب. وشكرا لكم انتم اللي كتشاركوا وكتديروا فينا الثقه، والله يحفظ لك بنياتك وسمح لينا فيقناك. يا ربي امين. لا ضروري من الصحه ضروري. الله يحفظكم انت انتم على هذا الشيء. الله يحفظكم انت انتم على هذا الشيء اللي راكم ديروا، وتفرحونا حتى احنا معاكم ونشاركوا معاكم، وكنشكركم على هذا الشيء. مرحبا سي. مرحبا. الله يخلي لك بنياتك وهذاك الكود تبقى ليها. هذا الطقم ولا احمد عافاك جيب لا ضروري. انا هادشي ما جدي الطقم غنوريه ليك. كاين روسي في انه مشري بمليون راسي المسائل كامله. الصحه ديالكم كتهمنا
وهذا الشيء الصراحه اللي كيعجبني في هذا الجيف واي هو انني كنتعرف على ناس على راسي والله العظيم. المهم ها انت هالبنيته ديالك هالطقم اللي بحال هذا هو الطقم اللي هذا هو الطقم ديال الذهب كيسوى مليون، وها هو الموسيو ديالو غنخليه لك هنا فاش غنصيفطو لك في الامانه ان شاء الله. ها هو ان شاء الله البنيته فرحات ما تبكيش حبيبه افرحت فرحات بصحتها. ها هو الموسيو هنايا ومبروك عليك والحمد لله هذه الدوريه الصالحه ان بنيات كيفرحوك. عرفتي اسمع حنا المتتبعين تاعك بزاف وكنبغيك بزاف و الصبر ديالك. الله يحفظك ليا حبيبه كنحماق عليك حتى انا وشرف ليا بالناس اللي كيبغيوني والله يكبر بكم. راه نتوما سبابي لهذا الشيء اللي وصلت ليه انا، راه بكم انا وصلت. راه حين تكون ما كتبغينيش انتيا وما دايراش ليا ابوني راه ما غنوصلش. مبروك عليك المليون. هلا يخطيك وشكرا اختي. وكان وكان وهذا الكادو هذا كنشرفوا الناس بركان كاملين وكاملين يعني المغرب كامل وكنقول لهم عرسكم مبروكه. وكان وكنشكرك اختي والله يحفظك والله يخلف عليكم اختي. شكرا بزاف وراكم شرفتونا بهذا الكادو وهذه البنت اللي فرحتوني بها راه شي حاجه كبيره اللي ما نقدرش نصورها لكم. مبروك عليك مبروك عليك الله يبارك فيك الله يخلي لك بنياتك وتنتع وشرك مبروكه تدخل عليك ان شاء الله صحيحه وجميع المغاربه والناس تبركان تحيه لهم من هنا وبالصحه والراحه ليك ولكاع الناس اللي ربحوا وان شاء الله غادي يوصلك هذا نيت تبقى واش نعطيوك النمره ديالنا اسماء ولا تعطيها انا انتيا؟ لا غتعطيني النيميرو ديالك وتعطيني فين كتسكني العنوان لادريس كلشي داكشي ديالك المدينه باش نصيفط لك كلشي وهذا احتفظي به هذا راه ذكرى غيبقى عندك من اسماء بيوسي صافي؟ ان شاء الله ان شاء الله وتهلاي في ماما والله يخليهم لك اسيدي الله يخليك. غتسلم عليك اختي اسماء بزاف غتسلم عليك وعزيز علينا بزاف لهاد الدرجه ما تصورش. الله يحفظكم احبيبه الله يحفظكم انت يا ربي امين الله يحفظكم وصبحوا يا ربي امين شكرا يا ربي امين يلاه نشكرك اختي يلاه نتواصلوا غنكملوا التواصل ديالنا غتصيفطهم كي دابا من غتصيفط لي كلشي حين الصباح غيمشي حميد بالامانه يصيفط للناس المسائل ديالهم يا اختي يا اختي الله يحفظك وشكرا لك يا نبار الله يحفظك يلا شكرا الله يحفظك يا ربي يا الله يحفظك يا الله شكرا انا فرحان واحد الفرحه انا غادي نقول لك راه الفرحه ولا ما عندناش كي نديرو لعب الدور هذا ولا شي حاجه الله يحفظك شكرا لك يا الله يحفظك يا الله سلام الله يحفظك شكرا يا الله المهم تنقول لكم شوف جاتني بعدا وجاتني بكيا وحق الله الا جاتني بكيا لحقاش يمكن نتوما اللي كتشاركوا ما كتحسوش بهذا الاحساس. حنا فاش كنربحو شي يعني دابا الفرحه ديال دوك البنيتات مساكن الحمد لله فاش كنبقى نطلب كنقول يا ربي هاد الهدايا اللي كندير يتربحوا للناس اللي ما فحالتهمش. كنقول ديما امنيتي هاد الهدايا ياخذوهم الناس اللي فريمون محتاجين والحمد لله بنياتهم من بركان مبروك عليهم الله يتبارك عليهم بكل فرح والله الا بكل فرح يعني بصراحه تنقول المهم احساس لي يمكن ما صعيب تبارطاجها والله الا وراه هكا كيوقع ليا تقريبا في كل
كل رابحه كيوقع لي معاها بحال هكا، بحال السيده مسكينه اللي وراتني الفلوس، صورات لي الفلوس ومن بعد انها صورات لي مشات مسكينه كتاخد لي كوش وكتاخد لي. قالت لي تخيلي ما عنديش لي كوش، وولدي سالوا لي لي كوش، وكنقول مين نجيب باش ناخد لي كوش. وصلتني 1000 درهم ديالك، شو سبحان الله. وحنا غير سبب، وحنا غير سبب، ما نكذبش عليكم، هاد المسابقة غيرت فيا بزاف ديال الحوايج. هاد المسابقة خلاتنا ان الخبزة ديالك خصك تقسمها، تاكل انت طريف وفلان ياكل طريف وفلان تاكل طريف والمتتبع ياكل طريف، وكنقسمو وكلو وكل، وغير كلو وكل، غير كلو وكل، ما تاكلش كامل، ما تاكلش هاج، ما تاكلش خبزتك كامله، قسمها مع الناس، هي قسمها، كنقولوش لك ما تاكلش، كول. المهم صراحه انا علمني هاد اللايف اللي درت معاهم، حيت قاسني بزاف. ثلاثه البنيتات ماما هم مسكينه، باش نقول لكم. المهم تحيه لكاع الناس اللي كيربحوا الناس، وتحيه للناس اللي كيفكروا في الناس خصوصا في هاد الظروف، وتحيه للناس اللي كيديو الاجر في الناس. الحمد لله كما كتعرفوا على اسماء بيوتي، من القليل كاع، من الايام الاولى من القليل كنت الحمد لله كنعطي، والسبب اللي كيخليني نبارطاجي داكشي باش كنحفز الناس يديروا بحال هكاك، والحمد لله الحمد لله. جاتني البكيه حتى انا عرفتي، راه بكيت صوتي راه منغنغ حيت تبورشت. والله الحمد لله وحق الله، الحمد لله على كل حال. وهادشي اللي غنقول لكم، وفرحت لهاد الناس. علاش انا درت لكم هاد اللايف؟ حيت بزاف الناس كيتقلقوا بعد ما كيسالي التيراج، كتقول لك انا ما ربحتش ولا. فانا كنظن انه واخا ما ربحتيش يكفي انك شتي الناس اللي ربحوه كيفاش فرحوا بحال ربحت. والله الا بحال ربحت الحمد لله. والله والفرحه الكبيره تاع هي ديال الناس اللي في الجيفوي، اللي الحمد لله لي باج ديالهم كبروا وغيترزقوا منهم الله. ناس اللي لي باج ديالهم الحمد لله، كانت وحده راه في كانت عندها 16 واحد، وصلت ل 100,000، وعندها بيجامات. دونك غترزق الله، غتولي تبيع، غتولي تبيع وتشري، تقدر تهز عائله، وتقدر هذيك الباج انستغرام تحليها حانوت وتولي تبيع فيه. حيت كاين واحد النوع ديال الناس اللي كيساينوك على اي حاجه، يطاكيوك اي حاجه، اي حاجه كديريها، اي خطوه كديريها خصهم ينوضوا يهضروا عليك باي طريقه. ما كيشوفوش الكوتي اللي هو ايجابي، كيشوفوا الكوتي غير شي حاجه ماشي هي هذيك يشدوك منها. اخي بحاجه فينا هي الحظيه، واخي بحاجه ما كنحملهاش هي انسان يبقى ديما يمجد في راسو ديما اللي هو على صواب. والحاجه اللي كنقول لكم ديما، الله كيعطي لكل واحد على قد النيه ديالو. صفي النيه ديالك ربي ما غيخليكش، ما بقى والو للاذى، نشربوا الماء. الحمد لله، والله الحمد لله. وحتى واحد الوليد ربح البيسي، ها هو غيوريكم احمد الهضره اللي قال احمد. قال لي انا ربحت البيسي راه ماشي باش ندير يوتيوب، انا ربحت البيسي باش نقرا بيه. يعني شوف 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 الكونتي اللي هو ايجابي، دمي باغي يقرا ما عندوش البيسي، باغي يحفظ بالبيسي، خصو يحفظ بالبيسي وما عندوش، وربحو خصك تفرح. الله بنادم كيربحوه، الا كتمشيو داك الانسان اللي كيقلب لك على باش يدير.
الله يهدي ما خلق وحق الله الله إلا الله يهدي ما خلق. المهم فرحت لهاد الناس وكنتمنى كلكم تفرحوا لخوتنا والحبابنا فين ما كانوا. فاش ما تبحيش ما تقلقيش حيت اون فوا تشوفي كنت تشوفي الظروف ديال الناس اللي ربحوا راه تقولي الحمد لله اللي هو ربح. المهم تصبحوا على خير، كنتمنى هاد اللايف هذا يكون عجبكم وحنا ما كنبغيوكم بزاف، وكاع الناس اللي يقلبوا باش ان هذاك المشاهد او هذاك المتتبع يستافد ولو يستافد غير 50% ماشي مشكل. المهم بعدا كتفكر في هذاك المتتبع او هذاك اللي كيشارك انه حتى هو يربح. هاد النقطه اللي بغيت نوصل يعني كل وكل غير كل وكل ماشي مشكل. المهم تصبحوا على خير، غنوض حيت حمد تصحر انا باقا ما كليت والو ونشرب غير الماء، وفرحت بزاف وقلبي تهز مع هاد العائله بحال كنعرفهم وبصحتهم بصحتهم بصحتهم يدخل عليهم بالرزق وبالتيسير وبطول العمر ويحفظ لي بنياته ويشوفهم في اعلى المراتب الله يعطيه صحيحته باش يكون مع الوليدات. هادشي اللي غنبغي نقول لكم، وتصبحوا على خير. مبروك على الناس اللي ربحوا والناس اللي ما ربحوش باقين غتربحوا ان شاء الله. يلا تصبحوا على خير.